إذن كرهدا سيدتي وسادتي عزف النشيد الوطني الخالد والآن عزف النشيد الوطني الإيفواري. إذن بعد عزف النشيدين الوطنيين المغربي والإيفواري نمشيو بسرعة تشكيلة منتخب الوطن المغربي في حارس المرمى منير محمدي 1 17 نبيل درار 2 أشرف حكيمي 6 غانم السيس 5 المدي بن عطية العميد 8 كريم الأحمدي يونس بن الهند 10 مبارك بوصف 14 نور كامارة 16 خالد بوطيب 16 حكيم زياد 7 مدرب منتخب وطني هيرفي رونار منتخب كوت ديفوار تشكيلة التالية بوف حارس 16 جيرفينو العميد 10 سيرج كانو 5 جون فيليب 6 دومبيا سايدو 7 ويلفريد زاها 9 سايدو فوفانا 12 كيسي 14 غراد الانا 15 سيرج اوري 17 دايلي سيمو رقم 19 مدرب المنتخب الايفواري هو البلجيكي فيرموت فيما المنتخب الوطني المغربي في بنك الدوله نجيب امرابط سيفيان 19 تاكنال تيك حارسين 22 بدر بينون 4 بنشرطي 21 حريف 18 نمدين حمزه 20 ناحي ميمون لاعب الكره الهولندي 15 بوفان 9 مسلطر تنفس القدم هذا يعطي الانطباع بان تم تصدع داخل البيت الايفواري في مقابله قلت اوكرا ستحدث الانفاس ستكون بالتاكيد مجنونه انطلقت المقابله سنعين باي سيناريو سيناقشكم المدرب هذا النزال وان كنا نترقب بان يندفع المنتخب الايفواري مبكرا لانه ليس له ما يخسر خاصه الفريق الوطني تعوزه نقطه وحيده للذهاب بمشأة الله لكأس العالم كره مغربيه تمشي عن اشرف حكيمي لاعب فريق ريال مدريد هناك مرابط مشى مرابط انطلق مرابط يلا مرابط يمرور ولكن الحكم كنظن الحكم طلب بان كره تجاوزات ربما تجاوزت مشات لرميه شرط على اي مرابط امامكم لاعب فريق ليغانيس الاسباني بمقابل رقم 40 اربعه ديال الاهداف لهذا المهاجم المثير للجدل سقى كبير في العطاء لا اعتقد ان الكره غادرت لا اعتقد ان الكره غادرت على اي مرابط امامكم 30 سنه من غامبي ممتاز كيعتذر الخطا بدرجه عاليه من الخطوره فريق وطني هناك الفنان بالهندا يونس بالهندا ماذا سيفعل 29 درجه حراريه في ابيجون اختار رطوبه غير عاليه اختار رطوبه غير عاليه الحكم يأشر بالهندا الحكم يأشر بالهندا مراقبه رجل لرجل بعيده نسبيا شغل الحكيم حكيم زياش يجي في زاويه حكيم زياش بداء فنان وبداء لاعباني على درجه عاليه من الفنيه يلا يا حكيم ربط راس احد اللاعبين ومشى زاويه ثانيه
الزاوية الثانية الثانية للفريق الوطني شد بقوة ولكن تطعمت برأس كومبيا سايدو لا فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي زاوية مغربية فريق الوطني كيناقش المقابلة تيدبر نترقب بطبيعة الحال إن شاء الله عبور فريق الوطني كأس العالم وكذلك المنتخب التونسي صعبة 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 أول تهديد حقيقي أول تهديد حقيقي للجيرفينو أمامكم لا فريق هيبي الثاني هذه أبرز فرصة المقابلة التي تسقط جيرفينو والآخر لم يعد يحظى بتقدير كبير داخل أوساط الإيفواري خصوصا أن مستواه تدنى بشكل كبير بعدما تألق سابقا في الدوري الإيطالي وفي دوريات أخرى الآن وربما في خريف الرياضي مرات الحزوات يسيل عبر الأطراف يسلل ضرار صعبة صعبة ممتاز حارس ممتاز حارس خروج تايم صحيح خروج توقيت صحيح هذا أمامكم دومبيا سايدو لاعب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي يسيل سريع عبر الأطراف تمريرة عرضية وحارس يقيد حارس يقيد مورين الحمدي فيما يمرر ومركز الأحمدي شات عند زياش يلا يا حكيم حكيم محاصر الحكيم محاصر محاولة المرور يمر الدرار درار لمن درار لمن درار لمن رور درار يسجل درار يسجل روعة 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 قبو قبو لا يصدق ما يشاهد قبو لا يصدق ما يشاهد أوه فرحة كبيرة فرحة كبيرة للمناصرين المغاربة يا له من سيناريو يا له من سيناريو لا 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 شوف هذا الفنان حكيم يمر هذا الظهير المتعلق بيسرى مشات مقوسة واللي موه هو أبو طيب ارتقى ظن الجمال انه غيضرب بالراس انما الكرة غلطت حتى الحارس روعة قلت قبل بعد خمسة دقائق عمل كبير كيقوم به ابو طيب ان جور سون بالون لاعب بدون كره يحرط ارضيه الملعب ما شاء الله طولا وعرضا ويعمل لي كولوار باقي الرفاق كره ايفواريه 1-0 للاسود في موقعه الكوت ديفوار بملعب فيليكس اوفيت بواني الفريق الوطني يتدبر امور المقابله بحيث وطني عالي وبهدوء كبير كره مغربيه قبوبه يتصبب عرقا فيما هذا الفنان زياش يلا حكيم يلا حكيم ننتظر انتفاضتكم في هذه المقابلة شراستكم في هذه المقابلة حكيم رفيعة أظنها لمست القائم أظنها لمست القائم قلتها وغنكررها الحارس قبوه لا يحظى بالإجماع عنده نقص تنافسية حتى ارتماءته يمكن نقول بطيئة حتى ارتماءته يمكن نقول بطيئة 29 درجة حرارية في العاصمة الإيفوارية أبيدجان هذه الزاوية الثالثة هذا الفنان هذا الفنان وصاحب التوازنات في المجموعة مبارك بوصوفار سخاء في العطاء ورجحته فكر وندرة تقب الأرجاء الملعب بوصوفار فيها ولا لا لا بالعطية بالعطية سخاء بالعطية هدف ثاني لأسود وباقي العطاء يعطي باقي العطاء يعطي شوف الصرامة رجل شوف الصرامة رجل روعة 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 بداية مدهشة الفريق الوطني بداية مدهشة الفريق الوطني فيرموت فيرموت اختلطت أوراقه ارتعشت فرائصه اهتزت نفسيته أمام منتخب وطني شرس وشوفت ردة فعل الإيفواريين غاضبون غاضبون مما يقدم الفيلة في الخط أسود أطلس يسأل في هذه المقابلة شوف هذا الفنان شوف هذا الرقيقي هذا المقايش بكرة لغة كرة القدم فنان شوف هذا العميد شوف هذا العميد بالعطية سخاء بالعطاء من سماها الماء منقص ما زاد هزا من الحارس كبوه يمكن نقول الحارس الكهل 33 سنة انتفاضة مغربية في قلب أبيدجان انتفاضة مغربية في قلب أبيدجان يلا يا أسود واصل هذا الزحف واصل هذا العطاء واصل هذا السخاء وهذا روح المجموعة وهذا القتالية في لفريق وطني يصعد بتألق يصعد أمام انتهاش المتتبعين أمام انتهاش المتتبعين سلف مناصر مغربي في هذا الملعب كرة إيفوارية خرج حارس ممتاز حارس محمدي منير محمدي يقيد منير محمدي يقيد يمكن نقول إلى 16 دقائق الأولى ما كانش المنتخب الإيفواري خطر وكنت أتيحت له فرصة اللي هو فرزها وكذلك رضل عدد حارس منير المحمدي تمشي كرة نامية
حذاري 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 جيرفينيو 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 كرة في الاشياء اليمنى مرت سليمة الحمد لله مرت سليمة الحمد لله والكرة في مناطق المنتخب المغربي